فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول خالي مقيم في أوروبا وهو يريد الذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج. نعم. يقول خالي مقيم في أوروبا وهو يريد الذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج، لكنه يواجه بعض المشاكل من حكومته، فقد اتهمته بأن له علاقة بالإرهاب، وقد حققوا معه فلم يجدوا عليه سبيلا. سؤاله: الحاصل أنه إذا ذهب إلى مكة ستعود له التهمة مرة أخرى، فله ظروف لا تسمح له بمغادرة بلده، هل يجوز أن أحج عنه علما بأن لديه المال والقدرة الصحية على قيامه في الحج؟ العذر الذي يبيح التوكيل في الحج والعمرة هو العذر الذي لا يرجى زواله، كالكبر والهرم أو المرض المزمن، هذا هو الذي ينيب من يحج عنه الفريضة. وأما العذر العارض الذي يرجى زواله هذا ينتظر، الحمد لله ينتظر، فإن تمكن حج وإن لم يتمكن وتعذر عليه الحج فإنه يناب عنه في الحج. نعم.